نقول مقدار زكاة الفطر صاع من طعام بالصاع النبوي نعم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما، يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس. نعم هذا مقدار زكاة الفطر، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وكان ذلك الوقت هو طعامهم، نعم كما قال أبو سعيد: كان طعاما يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. ولم يكن البر شائعا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعا، ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه، أي الصاع، كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان. وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة، لأن ذلك وقت الانتفاع بها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان، لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان، فهي نعم مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا إنه لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، نعم ولكن كان في الأمر سعة في اليوم واليومين، لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالبا. وأما إخراجها عما يمون من الأولاد فهذا ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط، وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ولكن إذا أخرج رب العائلة الفطرة عنهم جميعا وهم يشاهدونه ووافقوا على ذلك، فلا حرج عليه ولا عليهم في ذلك.